يومكم مبارك وأهلا وسهلا بكم في رحاب بيت الحكمة، حيث نلتقي اليوم لنشرع في وضع لبنة أولى في المشروع الذي اخترنا أن نشتغل عليه في السنة الأكاديمية الحالية بقسم العلوم والدراسات الإسلامية بالمحاضرة التالية لمحاضرة الافتتاح التي قدمها الأستاذ توفيق بن عامر. قبل تقديم المحاضرة والمحاضر، اسمحوا لي بتقديم قسمنا، قسم العلوم والدراسات الإسلامية، حيث يمثل هذا القسم أحد الأقسام الخمسة في المجمع باختيار لموضوع محوري كل موسم أكاديمي نشتغل عليه في القسم مع باحثين من المجمع ومن خارجه، من تونس ومن خارجها. ولذلك اخترنا في السنوات الماضية موضوعا دام سنتين عن الدراسات القرآنية، ثم بعد ذلك ثنينا بعلم الكلام في علاقته بالمعرفة التاريخية وبالواقع، وهذه السنة والسنة الماضية نشتغل على الظاهرة الروحانية في الثقافة الإسلامية. نختار في قسم الدراسات الإسلامية قضايا ذات علاقة وثيقة بالعلوم الإسلامية مثل تفسير القرآن الكريم أو علم الكلام أو الفقه وأصوله، ليس على اعتبار أنها علوم غايات تدرس لذاتها، بل نريد أن نهتم بها باعتبار ما توفر لدينا من عدة معرفية أفرزتها التغييرات الهائلة التي عرفتها العلوم الإنسانية في العصر الحديث. استحضار هذه المكاسب المعرفية في العودة إلى الدراسات الإسلامية يحدث تطورا مضمونيا ومنهجيا قادرا على توفير شرط التجديد المنشود والمتعثر في عالمنا العربي الإسلامي. هذا الشرط شرط لازم للمنح التجديدي في اهتمامنا بالعلوم الإسلامية في المجمع، لكن الشرط الكافي هو الخاص ذلك، هو الخاص باستحضار ذلك الأمر، ذلك التراث، في تعاملنا مع ما يوفره مخزون تلك العلوم من نظام معرفي وبنية مؤسساتية بحاجة إلى قراءة تميز بين الخطوط الفاصلة بين الثابت والمتغير فيها. نحن بهذا نكون قائمين بحفر تاريخي وقراءة تحقيقية تعتمد التفكيك والتركيب للتوصل إلى العلاقة بين مساري التقليد والتجديد في التراث المعرفي والمؤسساتي، للتوصل إلى ما يمكن أن يحقق وعيا تاريخيا وحضاريا معاصرا فاعلا. محاضرتنا اليوم في اهتمامها بالعقل والروح عند هيجل، لكون ظاهرة الروحانية في الثقافة الإسلامية لا تنفصل عما حصل في الفكر الفلسفي الحديث من تحول ونقد، ذلك أن للروحانيات ممارساتها وطقوسها ورموزها المتنوعة بتنوع المجالات والمسارات الروحانية والبيئات والمجتمعات الإنسانية، فهي ضمن الفضاء الإسلامي في علاقة بما يحصل خارجه. لذلك اخترنا نتحدث اليوم عن العقل والروح عند هيجل، باعتبار أن هيجل قام بنقد لنقد الفلسفة الحديثة. هذا الموضوع فيما فهمت كما سنستمع إليه يمثل منعرجا تحققت من خلاله الفلسفة الغربية على يد هيجل، تحققت بشكل جعلت للروحانية مشروعية تتجاوز مقولة الجوهر الموصول بالمادة. مع هيجل سنقف على العلاقة بين الروح والعقل في الفلسفة الغربية بما يعتبر تأسيساً للعودة الحديثة إلى التصوف وإلى الانشغال خاصة بالتصوف الفلسفي لدى المسلمين بأبرز قاماته، أقصد ابن عربي. هيجل حسب ما أفهم يعنينا اليوم في حديثنا عن الظاهرة الروحانية الإسلامية من هذا المنظور الذي يعزز وعينا بهذه الظاهرة باعتبار دلالة أفق الثقافة الإسلامية في تنافذها مع غيرها من الثقافات. هيجل يعنينا لأن الروحانية الإسلامية ككل الظواهر الإنسانية تتأثر بالظروف والملابسات الزمنية والمكانية، ما جعلها عرضة للتغير والتطور، أي
أنها مواكبة للأوضاع التاريخية في تعددها وتجددها. هذا ما يستدعي الوقوف على مسارها التاريخي والفكري. أخيرا هيجل يعنينا لأن عالمنا اليوم يبحث عن تعبيرات ثقافية للتدين جديدة، بما يعني أننا إزاء مفصل حضاري نوعي ودورة ثقافية إسلامية مختلفة عن سابقاتها، خاصة فيما يتصل بشرطها المعرفي والروحي أي الإنسان. المحاضر أتصور أنه غني عن التعريف، لكن مفيد أن أشير إلى بإيجاز إلى بعض منجزاته الفكرية والأكاديمية والبحثية. متخرج من كلية العلوم الإنسانية بتونس سنة 66 و900 و1000، ثم التحق بدار المعلمين العليا، ومتحصل على الماجستير في الفلسفة من جامعة السوربون، وله شهادة في القانون من جامعة بونتيون أساس باريس 4، وشهادة في الفلسفة الألمانية بباريس. محرز على الدكتوراه سنة 91. اشتغل أستاذاً الفلسفة في كلية الأداب جامعة تونس الأولى قبل أن يتولى الإشراف على إدارة معهد الترجمة ببيت الحكمة، ثم انتقل لتدريس الفلسفة الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بين سنتي 2002 و2005. من له قائمة هامة من المؤلفات، نذكر منها مفهوم السببية عند الغزالي، الاجتماع النظري الخلدوني، الابستيمولوجيا البديل، إصلاح العقل في الفلسفة العربية، آفاق النهضة العربية، وحدة الفكرين الديني والفلسفي، تجليات الفلسفة العربية، المفارقات المعرفية والقيمية في فكر ابن خلدون، الجلي في التفسير وهو محاولة تفسير فلسفي للقرآن، فضلا عن عدد من الحوارات والمقالات التي نشرت في كثير من المجلات العربية والفرنسية والإنجليزية. وللأستاذ الحبيب المرزوقي عدة منشورات مترجمة إلى الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وهو من المفكرين الذين يرون وحدة الفكر الإنساني تاريخا وبنية، ويؤكد على متانة الصلة بين الفكر الديني والفكر الفلسفي، رافضا الفصل بينهما، كما يدعو من ثم إلى تناول الفكر الإنساني في كليته. شكرا على حضوركم مرة أخرى. تذكير بسيط، الشهر القادم لن يكون عندنا محاضرة، سنكون عوضا عنها في أوائل شهر جانفي، وسيكون المحاضر الأستاذ الدكتور مقداد عرفة منسية حول التصوف الفلسفي لابن الفارض، منهج التصوف الفلسفي عند ابن الفارض. مرحبا بك دكتور، تفضل. شكرا زميلي وصديقي الفاضل أستاذ حميدة، السلام عليكم. أحصر الأمور في الكلام على فلسفة هيجل هو مفارقاتها العجيبة. هيجل لا يمكن أن نعتبره فيلسوفا ألمانيا فقط، وإنما هو فيلسوف كوني، وهو بالذات من أهم الفلاسفة الذين اهتموا بالحضارة العربية الإسلامية، سواء في التاريخ العالمي أو في تاريخ الفلسفة، أو خاصة في العلاقة بين الإسلام وعصر الأنوار اللذين هما موضوع نقده. نستطيع أن نقول إن علاقة هيجل بالفلسفة وبالدين هي تقريبا النظير العكسي لعلاقة أرسطو بهما قبله. أرسطو في المقالة الأولى من الميتافيزيقا حاول أن يستعرض تاريخ الفكر قبله، ليثبت أن الفكر انتهى إلى إثبات ما توصل إليه هو منطلقا للبحث الفلسفي في أعماله كلها. هيجل عمل العكس تماما، أي إنه أخذ تاريخ الفلسفة كله القديم ثم الحديث، وبين أنها بخلاف ما حدثت عليه إذا عكسناها نصل إلى فلسفة هيجل. ومعنى ذلك أن ما يثبته هيجل في فلسفته
هو أن ما حاولت الفلسفة قبله من أرسطو وأفلاطون إلى نهاية العصور الوسطى، ثم من بداية العصر الحديث إلى هيجل، هو ما على فلسفته أن تدحضه لتؤسس علاقة جديدة بين الفلسفي والدين، بين الفلسفي والدين. بعبارة وجيزة، وقد سبق أن تكلمت في ذلك، هيجل في آخر كتاب كتبه وأعده للنشر قبل أن يأتي عليه الداء العضال الذي نحن نعيش مثلها الآن، هو الضميمة التي هي تطبيق المنطق على أدلة وجود الله، وليس ولا يحق لي أن أقول تطبيق المنطق على أدلة وجود الله، بل بيان أن المنطق لا يكون إلا ذا مضمون، لأن المنطق عند هيجل صار هو الميتافيزيقا، المنطق صار هو الميتافيزيقا، أي إن الفصل الأرسطي بين التحليلات الأوائل والتحليلات الأواخر انتهى عند هيجل، لم يبقى فصل بين المنطقي من حيث هو أداة والمنطقي من حيث هو حقيقة قانون الأشياء ذاتها، قانون الأشياء ذاتها، أي إن المنطق هو نظام، ليس نظام الخطاب على الوجود، بل هو نظام الوجود نفسه، المنطق هو نظام الوجود نفسه. إذن علة الاهتمام بهيجل عندي شخصيا، وأعتقد عند البشرية بعد وفاة هيجل، لأن هيجل لم يصبح شخصية عالمية في الفكر الإنساني إلا بعد وفاته، في حياته لم يكن له منزلة كبرى، ربما لأن هناك عظماء كانوا أكثر إشعاعا منه وأكثر علاقة بالسلطة في عصره. هيجل إذن ما يدعون للاهتمام به هو أن هيجل فيلسوف ومؤرخ للفلسفة، ولكنه ليس مؤرخا للفلسفة من حيث هي فلسفة بمعزل عن كل أبعاد الحضارة. إذن هيجل فيلسوف في فلسفته كل أبعاد الحضارة، وفي تاريخه للفلسفة المحدد للفعل الفلسفي هو كل تاريخ الحضارة، كل تاريخ الحضارة. وهذا النموذج عرض مرتين، عرض في فينومينولوجيا الروح، أي إن الروح ينمو ويتطور باعتباره في نفس الوقت ديناً وعلماً وفناً، أي كل أبعاد الحضارة من حيث هي نماذج عيش للبشر أو أرواح الشعوب، من حيث هي أرواح الشعوب. ومن ثم فإن الفلسفة وتاريخها من حيث هي أحد عناصر نمو الروح هي التي يمثلها هيجل، وهيجل يمثلها لأن بداية فكره إلى كتابة فينومينولوجيا الروح في سن 37 سنة، لأنه ولد سنة 1770 وألف الكتاب سنة 807، هذا الكتاب هو الذي يمكن أن نعتبره غاية الدخول إلى الفلسفة من منطلق البحوث الدينية، ويمكن أن نعتبر الضميمة لدروسه في فلسفة الدين، وهي آخر كتاب، يعني بعد تقريبا 30 سنة، لأنه توفي سنة 1831، بعد سبعة من 31، عودة إلى نفس فكرة فينومينولوجيا الروح، ولكن من خلال علاقة المنطق
بأدلة وجود الله، أي بجوهر الروحانية. اخترت هذا الموضوع إذن لأن له علاقة بالإشكالية التي نحن بصدد بحثها. ولكن هيجل يهمنا أكثر ليس لهذا السبب، بل لقطيعته المضاعفة مع الفلسفة التقليدية إلى نهاية القرون الوسطى، ومع الفلسفة الحديثة إلى كانت. قام هيجل بقطيعتين، قطيعة مع الفلسفة التقليدية وهذه نعلمها وربما رمزها ابن رشد، فلسفة المشائية، وقطيعة مع الفلسفة الكانتية أو مع النقد. إشكالية الروح في علاقتها بالعقل تقتضي مني أن أبدأ فأعرف ثلاثة مفهومات، لأنها عند هيجل تختلف تماماً عما هي عند غيره. فكلمة عقل عند هيجل لا تعني كلمة عقل عندما نتحدث نحن عن العقل. هو يستعمل كلمتين ألمانيتين، دير فرشتند ودي فرنوفت. دير فرشتند هو الذي يمثل عقل فلسفة التنوير، أو الفلسفة التي تكتفي بالمجردات وتعتبر أن الفكرة ذاتي بالجوهر، وأن علاقته بالموضوعات بالوجود علاقة خارجية، أي إن ما في الموجودات من طبيعة مختلفة عما في الأذهان من أفكار، وهذه الطبيعة المختلفة هي التي وضعت القضية الكانتية في أن الفكر النظري لا يدرك حقائق الأشياء وإنما يدرك ظاهراتها. هيجل يريد أن يثبت أن حقيقة الأشياء هي بدورها أيضاً أفكار، فكرة، وهذه الفكرة هي حقيقة الأشياء، ولا يوجد في الشيء ما هو غير الفكرة يمكن أن نعتبره بمنأى عن الإدراك العقلي. ولكن عندئذ ليس العقل بمعنى الحصات التي تحسب، وإنما بمعنى النهاء الذي يدرك الحقائق. هناك إذن معنيان للعقل، الحصات والنهاء. وعندما يستعمل هيجل ريزونمنت فهو لا يعني الاستدلال، أو وإنما هو كلمة يهزأ بها عن التعاقل أو الكلام في المجردات التي ليس لها مضمون جوهري من الأشياء. لذلك فإن كلام في هيجل هو بالأساس كلام في الروحانيات بالأساس، بما في ذلك الكلام في الطبيعة، علوم الطبيعة يرد هيجل في الحقيقة إلى علوم الإنسان، علوم الطبيعة يردها إلى علوم الإنسان. وهذه هي الخطة التي سأتبعها. أولاً الانطلاق في فكر هيجل، وفي سيرته الذاتية كان بدأ بالدين وانتهى بالدين كما ذكرت لكم في المقدمة. إذن الانطلاق من علاقة الفلسفة بالدين. ثانياً، ما هو الإطار الذي وضع فيه هيجل الفكر الفلسفي وسماه شهادة الروح للعقل؟ شهادة الروح للعقل، وعندما يشهد الروح للعقل يصبح المعنى الثاني من العقل أي النهاء دي فرنوفت، معاش دير فرشتند، وإنما يصبح دي فرنوفت. فرنوفت ليش؟ يعني عقلاني، ولكن ليس بمعنى العقلاني الذي نفهمه نحن، يعني الذي يفكر في الأفكار المجردة الذهنية، وإنما الذي يدرك حقائق الأشياء الأوسية، يعني جوهر الشيء. المشكل الثالث هو
مفهوم الشيء ونقد كانت. هل الشيء عين مادية أم هو تعين للحدود المفهومية لجوهر الشيء؟ تعين للحدود المعنوية لجوهر الشيء، وهذا هو النقد الأساسي الذي وجهه لكانت، والذي طبعا أنا لا أوافقه عليه، وسأبين لماذا كانت هو الذي على حق. المرحلة الرابعة هي تأويل هايدغر لهذه العملية التي قام بها هيجل. هل مكنت هيجل من الجواب عن سؤال هايدغر عدم نسيان الوجود، أم إن هيجل هو أيضا بقي ناسيا للوجود، أي إنه بهذه الطريقة استسهل الحل وتصور أن الوجود قابل للرد إلى العقل حتى ولو كان بمعنى فرنوت؟ وهنا يستعمل هايدغر مفهوم الشكزال أو المصير الذي هو غير معلوم والذي يهب للإنسان نوع من النور، يذكر بنظرية الغزالي نورا قذفه الله في القلب يجعله يدرك الآليتيا، يعني يزيل الغطاء فيكشف فيكتشف. وهذه هي العلاقة بالتصوف، وهو أن المعرفة الفلسفية كشف هي بدورها، ولكنها ليست كشفا إراديا كما يوجد عند المتصوفة نتيجة لرياضة، وإنما هي هيبة. شيكونغ، شيكونغ يعني الشكزال، القضاء والقدر إن صح التعبير. لا، ليس جراس بالمعنى الديني، لا، لأنه هايدغر لا يقول بإله ولا يقول بجراس، وإنما هناك شيء نوع من الغيب إن صح التعبير يعطي للديزاين الذي هو ترجمان الوجود، الذي هو ترجمان الوجود المعنى. وأنتهي للفصل الأخير، وهو نقد النقد إن صح التعبير، نقد هيجل لنقد كانت، وهو القول بالمطابقة المعرفية وبالمطابقة القيمية عند هيجل. وطبعا الخاتمة ستكون لماذا صارت الفلسفة هي تاريخ الروح عند هيجل. أمر الآن إلى المسألة الأولى، ما القصد بشهادة الروح؟ أقرأ النص هيجل. كل المحاولة تعتمد على 9 إحالات لهيجل وإحالة لهايدغر. طبعا الوقت لا يكفي لكي أقرأ هذه الإحالات، وسأكتفي ببعضها. يقول هيجل في فلسفة الدين، في الفصل الأخير من فلسفة الدين، يحفظ الدين شرعيته ويستمدها من الفكر بواسطة الفلسفة، أي إن الدين الذي هو باحث في الروح يستمد شرعيته عندما يدرك أن الانتقال من العقل بمعنى الحصات إلى العقل بمعنى الفرنوفت يجعل الروح هو جوهر كل الوجود. والتقوى الساذجة، الدين عند الإنسان العادي، غنية عن ذلك، غنية عن الوصول إلى هذه النقلة من العقل من حيث هو تعاقل مجرد إلى العقل من حيث هو غوص إلى حقائق الأشياء، إلى نهاء وليس حصاد، نهاء، غنية عن ذلك. فالقلب بالنسبة إلى التقوى الساذجة يمدها بشهادة الروح، يمدها بشهادة الروح، فتدرك الحقيقة التي تصلها عن طريق سلطة النقل
وتشعر بالرضا والمصالحة بتوسط هذه الحقيقة. يعني ما سيصبح عند الفيلسوف كشف الغطاء عن ليتيا، وهو الغطاء ليتيا كشف الغطاء، هذا الإنسان العادي القلب يعوضه في ذلك، هناك شهادة الروح للقلب. لكن الفكرة يشرع، الفكر الإنساني، وهنا يأتي دور علم الكلام من حيث هو في الحقيقة ليس إثباتا للدين، وإنما هو محاولة التحرر من الشك في الدين، محاولة التحرر من الشك في الدين، أي إن علم الكلام بدايته الشك. لكن الفكرة يشرع في وضع نقيض الكونكريت. الكونكريت بالألماني يعني بالنسبة لهيجل وليس عادي تعين التحدد المفهومي، وليس التعين في الأعيان خارج الذهن، لا، تعين التحدد المفهومي. كيف يتعين التحدد المفهومي؟ أي كيف إن مفهوم الشيء الذي يدركه العقل من حيث هو نهاء بخلاف ما يقوله كانت يتجاوز الظاهرات ويدرك حقائق الأشياء ويضع ذاته نقيضا له، فيقع التناقض في علم الكلام الذي ينطلق من الشك ويريد أن يخرج من الشك ويشك في الشك. وعندما يشك في الشك تحصل عملية الفكر التي تقطع هذا النقيض حتى تصل إلى المصالحة. مفهوم المصالحة هو إذن منطلق الفكر الهيجلي، وهذه المصالحة هي الفلسفة. إذن المصالحة عند هيجل بين ما يدركه العقل عندما ينتقل من الحصاة إلى النهى، وبين ما يقوله القلب عند الأتقياء السذج، مصالحة لا تقع في ذهن الإنسان فقط وإنما تقع في الوجود نفسه، تكون بذات هذه المصالحة هي الفلسفة، والفلسفة بهذا المعنى هي علم الكلام، والفلسفة بهذه المعنى هي تيولوجي، علم التيولوجي بالألمان علم الكلام. إنها هي الفلسفة تعرض مصالحة الرب مع ذاته ومع الطبيعة، أي إن الرب يتصالح مع ذاته ومع الطبيعة. لماذا مع الطبيعة؟ بحيث إن الطبيعة التي هي الوجود المغاير للرب تكون بذاتها إلهية، أي إن الطبيعة ربوبية هي بدورها، وبحيث يسمى الروح المتناهي الفرد الإنسان من ناحية أولى بذاته إلى هذه المصالحة، أي إن المصالحة الربوبية لا تقع مع الطبيعة فقط وإنما تقع خاصة مع الفكر الإنساني مع الإنسان من ناحية أولى، ولكنها لا تقع مع الإنسان نفسيا، لا، بل تقع هذه المصالحة في تاريخ العالم، في ما يسمى فعل الروح في التاريخ. وفعل الروح في التاريخ لا ينتج التاريخ الخارجي فقط وإنما يكون الإنسان نفسه، أي إن الإنسان والتاريخ حصيلة فعل الروح في الطبيعة وفي الإنسان إذ يلتقيان، فلا يبقى وما وراء طبيعة وإنما الربوب يحل في الطبيعة ويحل في الإنسان ونصل إلى وحدة الوجود. وهذه الوحدة هي السلم الإلهي، السلم الإلهي.
التي هي ليست أسمى من كل عقل، بل هي لا تدرك ولا تفكر ولا تعلم إلا بفضل العقل عندما ينتقل من الحصات إلى النهى، من العقل من حيث هو مدرك للظواهر بالمعنى الكنطي، إلى العقل من حيث هو مدرك للحقائق بالمعنى الهيجيلي. نمر الآن إلى، لا حاجة لقراءة النص الألماني، حاولت أن أترجمه. المهم أن نبقي في أذهاننا الفصل بين العقل من حيث هو حصات، وهو عقل التنويريين وعقل الفلسفة الحديثة كلها الذي يرفضه كانت، والعقل الذي فهم به أرسطو وأفلاطون الذي يرفضه هيجل وليس كانت الذي يرفضه هيجل. إذن هيجل يرفض فهم أرسطو وأفلاطون بالعقل المتعاقل، راسيوسينو في الترجمة الفرنسوية يقولوا راسيوسينو، بالعقل المتعاقل راسيوسينو بالفرنساوي، ولكن عنده هو فيرستندليش، يعني الذي يفهم بالعقل العادي، ولكن الأخرى بالمعنى الثاني للعقل فير نيفتش يعني مدرك لحقائق الأشياء، تجاوز العقبة، عقبة الشيء في ذاته، وهو ما سنراه لاحقا. الآن إذن علي أن أجيب عن الإطار الذي وضعه لنا هيجل لكي نفهم تاريخ الفلسفة والفلسفة، لكي نفهم تاريخ الفلسفة والفلسفة. هيجل لم يأخذ كانت وأفلاطون في تاريخ الفلسفة كما تعلمناهما بعد كانت وأفلاطون، بعد أرسطو وأفلاطون إلى حدود الفلسفة الحديثة، يعني كما تعلمناهما نحن وكما تعلمتهم أوروبا الغرب، كأفلاطون وأرسطو وعندنا وعند الغرب إلى نهاية القرون الوسطى، كانت أبعد من حقيقة الفلسفة حسب هيجل مما كان عليه الدين والتصوف، أي إن الدين والتصوف كان أقرب إلى الفلسفة بمعناها الحقيقي الذي يبحث عنه هيجل مما كان موجود عند فلاسفة العرب وعند فلاسفة اللاتين إلى نهاية القرون الوسطى، وهي طبعا أقرب إلى فلسفة هيجل مما حصل من ديكارت إلى كانت. إذن الإطار الذي حدده لنا هيجل هو النكوص إلى ما قبل سقراط، والنكوص إلى ما قبل ديكارت. الإطار الهيجيلي يتألف من نكوصين، بعكس الإطار الأرسطي مثلاً عندما أسس فلسفته اعتبرها حصيلة تطور الفكر قبله الذي أوصل إلى إثبات أن المبادئ الأساسية في الفلسفة هي التي توصل إليها، وهي المبادئ الأربعة، أي إن ما فعله أرسطو هو حلب الفلسفة الفكر اليوناني قبل أرسطو لكي يثبت أنه في النهاية ثمرته الوحيدة هي فلسفة أرسطو. هيجل عمل العكس تمام. هذا الإطار هو الذي جعلته القسم الثاني من البحث، والذي سنرى أن هايدوغير لا يستثني هيجل أيضا من ضرورة العودة إلى ما قبل أرسطو وأفلاطون، إلى ما قبل سقراط لقراءتها قراءة أخرى. ومع ذلك فهايدوغير يعترف بأن هيجل قرأ أرسطو وأفلاطون قراءة يونانية وليس وراء ما بعد أرسطو وأفلاطون. إذن المسألة الثانية هي هذا الإطار. إذن لكي نفهم دور هيجل في استعادة دور الروحانية والتاريخ العالمي باعتباره التطور الروحي للإنسانية، وباعتباره توالي أرواح الشعوب
المتوالية بحسب توالي الأديان الإحدى عشر دين التي درسها وتوالي مراحل الفلسفة. لسوء الحظ لم يحصل كما حصل في الدين، ولكن هو أراد أن يبين أنه حصل في الحضارة في رؤى العالم. وستكون الفصل الأخير الذي أتكلم فيه هو المقابلة بين الرؤية التي يمثلها الفكر الجرماني والرؤية التي يمثلها الفكر الإسلامي. يعني الحقبة الرابعة والأخيرة من فلسفة تاريخ العالم هي التقابل بين فكرين وروحين، تاز أنتيتاز وسنتاز. التاز هي المسيحية، الأنتيتاز هي الإسلام، والسنتاز هو هيجل. تاز بمنطق هيجل، نعم، لكن لو في بونج يتم في، يعني المفروض كان حسب هيجل المفروض أن المسيحية تصل إلى ضخ القيم الدينية والروحية في التاريخ الدنيوي للإنسان قبل الإسلام المفروض، لكن الذي حصل هو العكس تماما، أي أن الإسلام هو الذي جعل الدين سياسي، هو الذي قبل المسيحية جعل الدين سياسي. هو يريد أن يفسر هذه الظاهرة، كيف الإسلام الذي أتى بعد المسيحية صار تاريخيا وسياسيا قبل المسيحية، ويفسر ذلك بكون الصيرورة التي حدثت في الإسلام قبل المسيحية رغم أن المسيحية قبل الإسلام، علتها أن المسيحية، أن الذين حملوا المسيحية، لو صح لي أن أقارن، يشبهون المغول بالنسبة للإسلام وهم الجرمان. يعني ليسوا هم أصحاب الدين، هم طرأوا على الدين بعد أن هدموا روما، تمسحوا وطرأوا على الدين باعتبارهم ما زالوا في البداوة، القلب عندهم يعوض العقل، القلب عندهم يعوض العقل، والقلب هو جيموت، والجيموت هو الشعور العاطفي، ما يقود العرب إن صح التعبير قبل الإسلام وما يقود الجرمان قبل التمسح هو أو التنصر هو الشعور العاطفي الجيموت وليس العقل، لا العقل المجرد ولا العقل المتعين في المفهومات. فيفسر إذن أن المسيحية تأخرت لأنها كانت بحاجة إلى الانتقال من الجيموت للفرنوفت. لابد للجرمان من ثلاث قرون ومن صراع مع الإسلام حتى يصبح الدين المسيحي دين تاريخي، بخلاف ما يقول المسيح أنا من عالم آخر، صارت المسيحية من هذا العالم. لماذا؟ لأنها كانت في عالم السلطان السياسي ليس بيدها وإنما بيد الدولة الرومانية. لما صار السلطان السياسي بعد سقوط الدولة الرومانية بيد الكنيسة مع شعوب تمسحت، صارت السياسة والدين شيء واحد، صارت السياسة والدين شيء واحد، فصارت المسيحية مثل الإسلام تاريخية وسياسية، أي إنها تحكم هذا العالم ولا تنتظر العالم المقبل. والغريب أن الألمان حسب رأيه خرجوا من هذه الوضعية، أولاً يثبت أن كل شعوب أوروبا ألمان، يعني جرمان، حتى الذين تلتننوا أو تسلفقوا كلهم ألمان، يعني من أصل ألمان، ولم يكن أميناً في عرض التاريخ في
في عرض التاريخ الذي حصل في ذلك الوقت، لأنه يعتبر أن هذه الأوروبا الحديثة صنعها ثلاثة رجال إن صح التعبير، شارلماني أو شارل الأكبر، ثم شارل الخامس، ولهذين الرجلين علاقة وطيدة بالحضارة الإسلامية، الأول مع هارون الرشيد والثاني مع محمد الفاتح، مع الفتح العثماني. وسنرى أن أول علامة هي القانون الخاص وتعميم التشريعات القانونية التي تنظم حياة الجماعة. وتلاحظون أن هذا له علاقة وطيدة بالقانوني عند الأتراك. والإصلاح الدين، إذن المسيحية لم تصبح تاريخية وسياسية إلا بفضل الإصلاح الديني، والإصلاح الديني هو الذي يمثل في رأيه المرحلة التي تمثل غاية التاريخ ونهاية التاريخ وتمام الدين المطلق والعلم المطلق. إذن الرجل الثالث هو هيجل، شارلماني، شارل الخامس وهيجل. لم يقل طبعا هو، ولكن هو هذا القصد، وهو أن الكمال الفلسفة العلم المطلق، لا فينومولوجي دو لسبري اسمها العلم المطلق، العلم المطلق والدين المطلق في فلسفة الدين المسيحية هي الدين المطلق. والتقابل هو الآن بين الدين المجرد الذي يشبه فلسفة الأنوار وهو الإسلام، ويشبه الثورة الفرنسية وهو الإسلام، وقد كان عند التنويريين الإسلام يسمى دينا طبيعيا تنويريا وعقلانيا، ولكن عقلانيا بالمعنى المجرد، وهو الوجه السالب من الفرنوفت، وهو العقل المتعين مفهوميا، والذي يمثله طبعا الألمان وفي هذه الفلسفة. وإذن فكتابته الفلسفية هدفها إثبات هذه الحقيقة، وهو أن القسم الرابع من فلسفة التاريخ هو في نفس الوقت جرماني وإسلامي، جرماني وإسلامي، لكن الجرماني هو الوجه الموجب، وهو الكل المتعين، والإسلامي هو الوجه السالب، وهو الكل المجرد، ويشبه الكل المجرد في الثورة الفرنسية مثلا، الكلام عن وحدة الإنسانية، الكلام عن الأخوة، الكلام عن المساواة، الكلام عن عدم الاعتراف بالطبقات، الكلام عن عدم الاعتراف بالأعراق، كل هذا يعتبره متنافي مع الحقيقة التاريخية ومع أرواح الشعوب ومع بناء الدول المستقرة. ولذلك فلا يمكن للإسلام ولا يمكن للثورة الفرنسية ألا يكون إرهابيين بالطبع، أي يهدمان المتعين من أجل المجرد، من أجل القيمة المطلقة المجردة. روحانية التعين وروحانية التجريد هي التي بني عليها الفكر الهيجلي. حتى لا أطيل نصل إلى القسم الأخير، وهو أن هذه الرؤية هي التي ولدت كل المدارس الفكرية التي يمكن أن نعتبرها إما مع أو على هيجل، إما للهيجلية أو ضد الهيجلية، يعني كيركيغار، شلاير، مش شلاير مخ نيتشه في الأخير، كنت قبله أستاذ نيتشه، الوجوديات كلها سواء كانت مؤمنة أو ملحدة، وخاصة نيتشه وما أوصلت إليه من ما بعد الحداثة تعود إلى هذه المقابلة بين الكل المتعين الذي يصبح نسقا خانقا، وهو ما صار عليه كيركيغارد، وهو ما صار عليه نيتش، والكل المجرد، وهو ما
تريد أن تفرضه العولمة حالياً، هذا الكل المجرد، والذي تحاول الإنسانية الآن إلى جعله كلياً مجرداً لا يبقى مادياً، وإنما تضخ فيه روحانية تعود إلى القيم التي رفضها هيجل، أي إلى الأخوة الإنسانية، إلى الكونية الإنسانية، إلى نفي العرقية، إلى نفي الطبقية، إلى نفي المقابلة بين الجنسين. ومن ثم فإن ما يحصل حالياً هو أن الروحانية التي رفضها هيجل هي الروحانية التي صارت روحانية الإنسانية، والروحانية التي دافع عنها هيجل هي الروحانية التي في الحقيقة لا تكون إلا روحانية في الأذهان ولا يمكن أن تصبح في الأعيان، لأنك إذا أبقيت على الطبقية وعلى العرقية وعلى عدم الأخوة الإنسانية وعلى الصراع بين الدول ولم تقل بدولة عالمية تحقق السلم بين البشر، فأنت قد أبقيت على حرب أهلية كونية، والحرب الأهلية الكونية هي التي يؤمن بها هيجل، وهو أنه لا يمكن تصور أرواح الشعوب إلا في حرب أهلية كونية، إلا إذا قبلت بأن التاريخ انتهى ولا يوجد إلا روح واحد، وهو الروح الجرماني الذي هو نهاية التاريخ، والذي هو في نفس الوقت نهاية الفلسفة، وهو العلم المطلق والدين المطلق. وشكراً، وأعتقد أني قد وفيت بما وعدت، ولم أقرأ النصوص لأنها قد تطيل المدة، ففضلت أن ألخص الأمر، والسلام عليكم. التميز الذي قدمه هيجل بالنسبة للفلسفة القديمة وبالنسبة للفلسفة الحديثة، وما علاقة هذا بالروحانية الإنسانية المعاصرة التي نعيشها سواء في العالم الإسلامي أو خارجه؟ إذن نمر مباشرة إلى أسئلتكم التي أتوقع أن تكون مسددة فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع الروح والعقل عند هيجل. مرحبا بكم. عندك ورق؟ اي، شوف لنا ورق يا عيش. سي توفيق، ايه شو اسمك؟ عبد الرزاق. ورق عيش بن صيد. ورقه باش نكتب فيها. ايوه، سي عبد الرزاق تفضل تفضل. شكرا على المحاضره والاستاذ. انا واكبت كثير من المحاضرات هنا في بيت الحكمه. لا اطيل، انا عندي زوز اسئله. اقول، هل من الممكن ان نؤرخ للتاريخ ميلاد التاريخ مع العقل؟ أي أن الإنسان موجود لأنه له عقل يميز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يمكن أن نؤرخ للتاريخ la naissance de l'histoire avec l'esprit avec la raison؟ Ça c'est très important. Bon, il y a plusieurs questions. La deuxième question, la plus importante, c'est lorsqu'on dit la philosophie telle qu'on l'a disons, on nous a enseigné l'amour de la sagesse. Lorsque je dis l'amour, c'est l'âme. La sagesse, c'est l'esprit. هل بأي نسبة وصعيب برشا نحقق التوازن بين العقل والروح مع، أقول مع القرن اللي 21 اللي هي فيه ce qu'on appelle les sciences. C'est grâce aux sciences appliquées, telles que les mathématiques, la physique, tout ça. Comment est-ce qu'on peut concevoir cette évolution? C'est-à-dire,
les données qu'on nous a enseignées, tout ça, ça évolue, certes. Est-ce que, troisième question, Hegel, Kant, Machkou, n'importe, dans cette demain, est-ce que cette philosophie est à revoir et à, comment dirais-je, à développer? Ça, c'est très important. C'est un fait. شكراً. استمتعنا بهذا العرض العميق لتصور هيجل لمعنى الروح، وربما الطريف جداً هو كيف أعطى لهذا المفهوم دلالات تاريخية وحضارية ودلالات فلسفية، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يوسع الرؤية. لكن أنا منشغل بنقطتين. النقطة الأولى هي: هل توجد خصوصية ما لمفهوم الروح للفكر الغربي الفلسفي الغربي عموما، بالقياس إلى خصوصية مفهوم الروح في الفكر الإسلامي؟ هل هنالك مساران متوازيان للمفهومين، أم يوجد تقاطع بينهما عبر التاريخ؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تهم هذا العرض المفيد، وهي: ما هي الانعكاسات، أو لأقل، هل يمكن أن يكون للفكر الهيجلي أن يكون منطلقاً لاستشرافات متعددة لما بعد الحدث؟ وشكراً مجدداً على هذا العرض. بارك الله فيك سي مقدام. أو الميكرو. شكرا على هذه المحاضرة القيمة، وإن كان يصعب متابعتها وددنا لو يكون هناك شرح أكثر لكن ذاك الموجود. إذن وكأنه بالنسبة لهيجل مشروع بقي فارغا بالمعنى الهيجلي يعني، ولم يدرك الكونسيبت الأمر، هذا ما أردت أن تقوله. الآن من إمكانيات التوضيح هي أن نقول أن نركز على فكرة التدبير، فكرة التدبير أو الإيكونومي. أنا بالنسبة لو ركزنا على الإيكونومي ووازينا بين من تدبير روحاني في نهاية الأمر، لا استخرجنا بعض الخصوصيات بالنسبة لهيجل كانت توضح أكثر، منها كونها تدبير، دونك بروفيدونس بين قوسين هي روحاني، دونك توجيه نحو كذا، بعد زماني الأساسي الذي بروغريسيف يعني، هذه كذلك أي أردت أن نستخرج ما هي الأمور التي يقوم عليها، أو المسلمات، ليست مسلمات لكن التي يقوم عليها هذا النسق الفلسفي. ثم هي لها طابع إيبيك في نهاية الأمر، بما أن بروفيدونس إيبيك معناها كان بالإمكان، بما أنها إيبيك وذات طبيعة ميستيك في نهاية الأمر، لا تقوم بدون ميستيك، ولكن ككل تدبير في نهاية الأمر، ككل تدبير هو من نوع ريكوبيراسيون،
كل تدبير اي ايكونومي ايكونومي دي بريفيدونس اي وضع نحو غايه سافوار ابسولو او مهما شاء اذا انه هناك افتراض افتراض تدبير افتراض توجيه افتراض ريكوبيراسيون كل شيء كل معناه النسق الذي يستوعب كل المعلومات في زمانه كل العلوم التي في زمانه لكن مع البعد الزمني بل على مستوى البنية فقط لو قارنا مثلا par exemple une épique de حقيقة محمدية مثلا comme une épopée كذلك بدون بصرف النظر حقيقة مش حقيقة لكن الدور الذي لعبته في هذا النوع من التصوف كل التجليات كلمة أساسية بالنسبة لهيجل هل بالإمكان البحث عن توازي بين فورمال أقصد على مستوى البنية لا غير بين هذا الإيكونومي إيبيك في نهاية الأمر هنا وهناك وحينئذ وإيجاد الفروق هنا إذن ربما في بعضها هناك الدياكروني أساسية نحو كذا كذلك هو افتراض وبين الحال au niveau de la métaphysique بينما هي حال خلافا يمكن أن نجد خلافا في هذا التوجه سياسي في نهاية الأمر أو الإنساني والسياسي والثقافي وبين التوجه ميتافيزيقي أو ما إليه الأمور كما عليها دوما كذا وفي في 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 كلتا الحالتين هناك علاقة أو إشكال بسواء ببارمينيد أو بإيراكليت أساسا هناك هذه العودة اسكو سي هو عود على بدء أو سي اون فورم دو كذا عود إلى ما قبل سقراط عن طريق الأفلاطونية المحدثة أو عن طريق ابن سينا أو عن طريق ما شاء أو حتى الغزالي شكرا عقيل خطيب هاي. تصغير العقل مش الروح شكرا على هذه المحاضرة في الحقيقة التي امتعونا فقط كنت عرجت في كعنصر معاصر لكن مررت عليه مرور الكرام اللي هي المدارس الفكرية المعاصرة التي تكون بالضد أو معاه يعني وجودية الوضعية هوسير والمنعرج اللساني وين الخيط الناظم وددت لو أشرت إلى الخيط الناظم اللي يربطهم بهيجل أو ما قبل هيجل وما بعد الآن يعني هل استعملهم للعقل بمعنى الأول نهاء بالمعنى الثاني النهاء ولا معنى الحصامة دونك هذا هو سؤالي يعني شكرا هل يمكن أن نؤرخ للتاريخ بالعقل لا لا فهمت يعني أقول يعني ما قبل التاريخ هو العصر الحجري حسن التاريخ وجد مع الإنسان سؤالك الثاني هو الذي سأبدأ به وهو أن هيجل في فلسفة التاريخ قال جملة محيرة جدا وهو يكفي الفلسفة أن كانت حب الحكمة سأجعلها الحكمة الفلسفة ليست حب الحكمة أي حب المعرفة بل هي العلم بل هي المعرفة يعني عملي هيجل يقول عملي هو جعل الفلسفة حقيقة وليست طلب الحقيقة هي الحقيقة وهنا أعلق على صديقي مقداد في الحقيقة هيجل كتب رومان مش كتب رومان إيبوبي كتب رومان قصة رواية إن صح التعبير ولكن بخلاف الرومان اللي كتبه أرسطو هو نقيض الرومان تعرف أرسطو بيّن أن ما قبله أوصل إليه هيجل بيّن أن ما قبله ينبغي التخلص منه للوصول إلى ما يبحث عنه
والتخلص منه هو التاريخ. يعني التاريخ هو التخلص. وهوني فين هيجل يستعمل مفهوم اللي هو أساسي زيلبس بيفوزاين، يعني الوعي، الكون الإنسان موجودا واعيا بذاته. الكلمة الألمانية هذه هي بذاته واعي كون الإنسان. كون الإنسان واعيا بذاته ليس معطى من البداية، يصبح حاصلا، ويصبح حاصلا ليس مباشرة، أي إن الإنسان يصبح واعيا بذاته خلال وعيه بغيره، فيكتشف أن غيره هو ذاته وهو مغترب، هو ذات مغتربة. ولكن الذات المغتربة ليست ذاته هو، لا هوني فين ما زلنا ما وصلناش للسيد، ليست ذاته هو، هي ذات الرب. ولذلك عندما أرخ للحقبة الأخيرة اللي هي بين الجرمان والمسلمين، الجرمان يمثلون إن صح التعبير الشعور، الشعور القلبي والعاطفي الذي يؤدي إلى الاندفاع البدائي دون عقل إن صح التعبير، لكنهم تبنوا دين ليسوا هم الذين صنعوا، في حين أن المسلمين هم الذين صنعوا، لم يتبنوا دين، هم الذين صنعوا هذا الدين. طبعا المؤمن يعتقد أنه نزل عليه من السماء، ولكن بالنسبة لهيجل لا معنى نزل إليه من السماء، هو روح الشعب العربي إن صح التعبير، ولكنه روح شعب نجح بسرعة لأنه مباشرة تجاوز الدين اليهودي الذي هو دين قبيلة، والدين المسيحي الذي هو الدين قبيلة، انفتح على الآخرين باعتبارهم يدخلونه، ولكنهم ليس منهم من هو باتصال مع المطلق. الاتصال مع المطلق الأخير هو المسيح، وهو ينبغي أن يكون يهودي كما قال باسكال. حسن، هذه العلاقة، هذه العلاقة هو التي بنى، هي التي بنى عليها الحقب الثلاثة في بناء العالم الجرماني. يعتبر شارلماني هو حقبة الأب، الأب، وشارل الخامس هو حقبة الابن، وهيجل لم يقل ذلك، هو حقبة الروح القدس، هو الروح، هيجل هو الروح، هو الروح، الروح المطلق وليس الروح أي روح. إذن التاريخ الجرماني الحديث قبالة المسلمين، دائما قبالة المسلمين. هيجل فيلسوف مسلم، مش مسلم معنى متدين بالإسلام، لا، يعني كلامه، الرومان، القصة التي كتبها ليست خاصة بالغرب، هي قصة كونية طرفاها الغرب والإسلام، يعني الظرف الحالي الآن طرفاها، على الأقل عندنا الآن صارت الغرب الذي هو الآخر ونحن، هو بالنسبة إليه في ذلك الوقت نحن والآخر هم نحن المسلمين، يعني نحن الألمان والآخر هم نحن المسلمين. لكن شارلماني كان في علاقة بهارون الرشيد، في حلف ضد الدولة الأموية في الأندلس. الناس يتصورون أنه بعث له منجالة وبعث له كذا وهي علاقة فقط، لا، اللي يقرأ لاجيس دوروما يفهم أنه في ذلك الوقت كانت هناك صدام بين الدولة الأموية في الأندلس التي وصلت إلى قلب فرنسا وشارلمان، وورثت شارلمان وهارون الرشيد الذي ينتسب إلى دولة انبنت على الحسم النهائي مع الدولة الأموية في الشرق وقضاء على الأمويين فيزيكما، مش هو، الناس اللي خدموا معاه اللي هما دولة صفوية من لا، ليس البرامكة، البرامكة في الأخير الفرس، الدولة اللي خدم معاها السفاح
الدولة اللي خدم معاه السفاح وقضات على الواحد. هارون الرشيد أراد أيضا أن يلحق بالدولة الأموية وأن يقضي عليها في يعني ما يحدث الآن في الخليج، رأوا لا يختلفوا كثيرا عما حدث في ذلك الوقت، هم يتحالفون أيضا مع الغرب من أجل القضاء على إمكانية عودة الحضارة الإسلامية لدورها. إذن اسمه هو شارلوكان، ولنا علاقة وطيدة بشارلوكان، لأن شارلوكان هو الذي احتل الجزائر واحتل تونس في الثلث الأول من القرن السادس عشر، وبقيت الدولة التونسية محتلة من حروب الاسترداد التي قادها شارل الخامس، والذي كان قيصر الدولة الإمبراطورية المقدسة التي لها ساقان، ساق في إسبانيا لأن أمه إسبانية، وساق في ألمانيا لأن أبوه ألماني، وهو كان ولي العهد، وهو الذي دفع اسمه هو صاحب الإصلاح الديني لوثر إلى القيام بالإصلاح الديني ثورة على البابا، لأن البابا وفرنسا تحالفت مع الدولة العثمانية ضد شارل الخامس في حروب الاسترداد في البحر الأبيض المتوسط. كل هذا لا يذكره هيجل لأنه لا يعنيه التاريخ الفعلي، هو يعنيه الاستوار رومانسي كما قال ليبوبي اللي كتبها. إذن المراحل الثلاثة لها علاقة بناء، والعلاقة بناء عند هيجل كان التعليم في أوروبا وخاصة في ألمانيا مثل التعليم الزيتون، الخريج في التحصيل كان يعمل درس مش هكا. هيجل الدرس متاعه تعرف ايش كان موضوعه؟ موضوع الدرس هيجل للتخرج من الليسي يعني من التحصيل تقريبا، هو في أن العلوم والفنون انحطت تحت الأتراك، يعني النقيض التام لما قاله ابن خلدون في تلك اللحظة قبله بقليل عندما قال ووراء العدوى عاد إلى الفكر والفلسفة والعلم. هيجل قال ما وراء العدوى من جهة أخرى انحط في العلوم، يقصد أوروبا، يقصد أوروبا، أوروبا، لأن ابن خلدون لم يكن إيكو يعني ما قال ابن خلدون ما وراء العدوى، هناك نهضة، قال هيجل ما وراء العدوى من جهة أخرى هناك انحطاط، هناك انحطاط، ولكن بالنسبة إليه الانحطاط ليس في جنوب الأبيض المتوسط، لا، بل على الحدود الألمانية، يعني في النمسا، في النمسا. وتعلمون أن لوثر كان مثل ابن تيمية يقود الحملات المقاومة للعثمانيين في أوروبا، وخطبه من أشهر الخطب لتحريض الناس في الحرب ضد الوحيد. إذن هيجل مسكون بهذه العلاقة، محاضرة يعني درس التخرج من الليسي لهيجل موضوعه في أن العلوم والفنون انحطت تحت الحكم التركي. والفصل الثاني من الحقبة الجرمانية موضوعه الحقبة المحمدية، المحمدية والتي يسميها التنوير الشرقي، ولكن هذا التنوير الشرقي مهووس بالمطلق، ليس دين قبيلة وليس دين مثل المسيحية دين تبشير لإدخال الناس وكي يصبحوا بشر، خارجه ليسوا بشر وعندما يدخلوا يصبحوا بشر، وإنما هو دين يعترف بكل الأديان، في البقرة 62، في المائدة 69، وحتى في الحج 17، كل الأديان، اثنين منزلة اليهودية والمسيحية، واثنين طبيعية الصابئية والمجوسية، وواحد له منزل وله غير منزل وهو الشرك في الحج، حتى الشرك يعترف به ويعترف بحقه في الوجود.
ويعتبر أن الحسم بين هذه الأديان كأمر واقع لا يقع في الدنيا وإنما يقع في الآخرة، وهو يؤجله إلى الآخرة، ويعتبر ذلك شرطاً لأمرين: الأمر الأول حتى يقع التنافس التسابق في الخيرات، والأمر الثاني حتى يقع تبين الرشد من الغي ليكون الدين حر. ويأمر الدولة الإسلامية بالدفاع أولاً عن الصوامع وهي معابد المسيحية، وعن البيع وهي المعابد اليهودية، وعن أي معبد عام، ثم تأتي المساجد. 5 دقائق وتنجي ولي. إذن مراجعة الفلسفة، الذي طبعا أنا لم تركت موضوعين من المحاضرة لم أتكلم فيه، نص هايدغير لم أتكلم فيه، وإثبات أن كانت على حق لم أتكلم فيه، سأتركه لمناسبة أخرى، ولكن سيخرج في المحاضرة مكتوبة لاحقا. لا توجد فلسفة نهائية، بخلاف ما قال هيجل، تولدت عن فلسفته كل الفلسفات الحديثة إما لها أو عليها. يعني نيتش غاية النقد الذي كتبه أستاذة في الإرادة والتصور شوبنهاور، وكيركغار الذي أسس الوجوديات المؤمنة، ثم المؤمنات الملحدة هي التي عادت إلى وحدة الوجود السبينوزية. تعلمون أن هيجل علق على وحدة الوجود السبينوزية بأنها كان يمكن أن تقبل منه لو أن الجوهر عند سبينوزا، يعني لا ناتور ناتورانس، يعني الطبيعة الطابعة، كانت ذاتا سوجي، يعني روحا. لو كانت هذه روحا لقبل وحدة الوجود الطبعانية. الوجوديات الملحدة تقول بوحدة الوجود السبينوزية وهي طبعانية، هي ملحدة في الحقيقة، ليست ملحدة وإنما هي اعتبرت أن مبدأ النظام ذاتي للطبيعة، والطبيعة هي إذن فاعلة ومنفعلة، فهي ناتورانس طابعة وناتوراتا مطبوعة، طابعة ومطبوعة. هذا وحدة الوجود السبينوزية. هيجل لم يكتب هذا الكلام في آخر حياته، كتبه في محاولاته الأولى حول الدين، لأنه قبل فينومنولوجيا الروح لم يكتب إلا كتاب واحد ليس في الدين، وهو محاولة المحاكمة بين فيشت وشيلينغ. كتب كتاب في المحاكمة بين فيشت وشيلينغ وأعطى الحق لشيلينغ، ثم من بعد صار عدوا لشيلينغ. ولم أتكلم عن شيلينغ لأنه الذي بيّن أن فلسفة هيجل في النهاية لا يمكن أن تبقى فلسفة، لأن العودة الحقيقية للفكر اليوناني ما قبل أرسطو وما قبل أفلاطون هو العودة إلى الميثولوجيا. وتعلمون أن شيلينغ هو المؤسس لنظرية الميثولوجيا الحديثة التي صارت فيما بعد الحداثة تسمى السرديات. السرديات هي الميثولوجيات الحديثة، الميثولوجيات الحديثة، أي أن كل التاريخ الإنساني، كل شعب، ما يسميه هيجل روح الشعب، هو سردية لذلك الشعب، هو رومان لذلك الشعب، هو إيبوبي لذلك الشعب. ومعنى هذا أن القرآن بهذه الرؤية هو إيبوبي عربية، لكن الغريب أن هذه الإيبوبي العربية خرجت من شعب ليس له تاريخ حضاري سابق. كل الذي قاله القوميون أن البابليين جدودنا وأن الفراعنة جدودنا، هذا كله كلام، لأن هذا لم ينتج إيبوبي يونيفرسال كونية، قصة كونية. القصة الكونية في العالم فلسفيا يونانية ودينيا قرآنية إسلامية، فلسفيا يونانية ودينيا قرآنية،
ولذلك فهيجل عندما بحث عن القصة الكونية لم يستطع أن يعود إلا إلى اليونان والإسلام، لكن عاد إلى اليونان إيجاباً وعاد إلى الإسلام سلباً. وأنا سأبين أن عودته إلى اليونان إيجاباً كذبة. لماذا؟ لأنه تاريخياً، وهنا أجيب عن الزميل، لا علاقة للجرمان باليونان. الجرمان من أوروبا الشمالية، وهم برابر، يعني الألمان قابلين للمقارنة مع المغول، مع المغول. جاءوا للغزو، أطاحوا بإمبراطورية، وهو ما فعل المغول. جاءوا للغزو الإسلامي، غزو العالم الإسلامي، وأطاحوا بالإمبراطورية، الإمبراطورية العباسية أطاحوا بها، لكن أسلموا فصاروا جنود الإمبراطورية الإسلامية، لأنه حتى الأتراك جزء من المغول، رغم أن دورهم في الحضارة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية سابق للغزو المغولي، وهو الدولة السلجوقية. الدولة السلجوقية أدت دور أساسي في المحافظة على الخلافة، بعكس الدور الذي قام به الجرمان الذين أسقطوا روما. والجرمان أسقطوا روما قرنين قبل الإسلام، قرنين قبل الإسلام، من الخامس إلى السابع. هالقرنين هذمنا مع كل القرون الوسطى يعتبر هيجل نضوج الروح الجرمانية التي لم تصبح مثل الإسلام في جعل الدين سياسة للعالم إلا بعد الإصلاح الديني. والإصلاح الديني حقق وظيفتي الثورة الإسلامية: أولا الحد من دور الدين في السلطة السياسية، من دور الجماعة الدينية مش الدين، القيم الدينية هي أساس، لكن السلطة الدينية الكنيسة الإسلام ألغاها، الإصلاح حيدها، لم يلغيها حيدها. وهو الفرق بين العلمانية الألمانية مثلا والإنجليزية والأمريكية والعلمانية الفرنسية. لماذا؟ لأن الكاثوليكية صمدت، الإصلاح حدث ضد الكاثوليكية ونجح عند الجرمان ونجح عند الإنجليز اللي هما جرمان، والفرنسيس والإسبانيور والطليان جرمان، لكنهم تلتننوا ثقافيا. الفرق بين الجرمان الألمان الحاليين والفرنسيين هو أن الفرنسيين تلتننوا ثقافيا والألمان لم يتلتننوا. الإنجليز نصف نصف، نصف لاتيني ونصف ألماني في ثقافتهم وفي لغتهم. لكن هيجل ما يهتم بهذه الفروق، يهتم بالقلب اللي هو الألمان اللي هو يتكلم باسمه. ولذلك ذكر شارلماني. تعلمون أن شارلماني هو الذي بتأثير من الأندلس عمم التعليم على الشعب باللغة الشعبية اللي هي الفرنسية، ما كانتش لغة في ذلك الوقت. كتب نص فيه 8 سطور حول تعليم الفرنسية في فرنسا التي هو كان قبل أن تنقسم بين أبناء أوروبا، قبل أن تنقسم كان هو سيد أوروبا، وتحالف معه مثيلة سيد الشرق اللي هو كما سميته لكم الآن. هذه العملية كلها، هذه التاريخ الفعلي اللي أنت تحدثت عليه، هيجل ما يهموش، مش هذا اللي يهمه. يهمه هو القصة الأخرى، وهو أنه الإسلام في ذلك الوقت كما بالنسبة لنا نحن الآن، ماذا يعني نحن؟ يعنينا الغرب هو الآخر، ليس هذا الذي يحدد تاريخنا، وكلتاهما كذبة. تاريخنا الحالي يحدده الغرب، وتاريخهم نحدده نحن. نحن موجودون في تاريخهم الوسيط إلى هيجل والحديث إلى هيجل، وهم موجودون من ذلك الوقت إلى الآن. يعني كل ما يسمى بالوجوديين العرب والشخصانيين العرب وملحدين أو مؤمنين، كلهم متأثرين فلسفة هيجل، والمتأثرين فلسفة ماركس متأثرين فلسفة هيجل. إذن الماركسيين العرب
والوجوديين العرب مؤمنين كانوا أو ملحدين، والشخصانيين العرب، كل هؤلاء متأثرين بمتأثرين بهيجل، متأثرين بغربيين متأثرين بهيجل، ما فيهمش ولا واحد في الحقيقة متأثر ديركتما بابن سينا أو بابن رشد. وحتى الرشدية المحدثة اللي يتحدثوا عليها خرافة كذبة، معناها أولاً لأن ابن رشد ماهوش عملاق كما يتصوروا، لا هو كما ابن سينا ولا هو كما الغزالي، وحتى شروحه على أرسطو ما عاد حد الآن يعتمد عليها في فهم أرسطو، ما عاد حد في العالم. أنا بحثت في الثقافة الألمانية في القرن التاسع عشر اللي هي أحيت الأرسطية، يعني الأرسطية هيجل عنده فضل كبير عليها، هو أنه أحياها، ولكن أحياها بقراءة يونانية قديمة. لم يذكر ابن رشد إلا مرة واحدة في أكبر مختص في أرسطو، والذي كتب معجم اللغة الأرسطية، وهو الذي ترجمته نصه الألماني للميتافيزيق، لم يذكر إلا مرة واحدة، وذكر باعتباره رابورتور على إسكندر وليس باعتباره شارح. ولذلك ينبغي أن نعيد النظر في حقبتنا الحالية، وأن لا ننكر أن ثقافتنا الآن استردت توازنها عندما أخذت من الغرب حاليا ما فيه من روحانيات، سواء روحانية لها علاقة بالماركسية كما في حدث في أمريكا اللاتينية وكما حدث هنا، أو ليس لها علاقة بالماركسية، لها علاقة بالوجودية، أو حتى بنيتش، كل هذه الفلسفات، أو حتى بما بعد الحداثة التي تعتبر الثقافات السرديات لا يمكن أن تتنافس، منغلقة، ليس هناك إمكانية للحوار بين الثقافات، منغلقة. وطبعا أنا موقفي عكس هذا تماما، ولو كان ما يقوله هيجل صحيحا لكان ينبغي أن تكون السردية الأخيرة التي تمثلها فلسفة هيجل هي نهاية التاريخ، وأن الإسلام كما توقع في الفصل الثاني من الباب الرابع من فلسفة التاريخ خرج من التاريخ. لو كان هيجل الآن حيا لوجد أن الإسلام الآن هو قلب التاريخ، على الأقل في عودة اللاوعي الخائف من الإسلام في الغرب. الإسلاموفوبيا ما هي ظاهرة عرضية، ما هي ظاهرة عرضية، وهي عودة هذا الخوف من شيء ظنوه قد انتهى، فإذا به يعود أقوى مما كان، أقوى مما كان. هيجل يقول لم يزل الإسلام موجودا إلا في ذيل صغير من أوروبا، يقصد اللي توا موجودة فيها العاصمة بتاعته، مش العاصمة، العاصمة الثقافية مش العاصمة السياسية اسطنبول، يقصد الذيل هذا. ويقول السبب مش لأن الدولة العثمانية قوية، لا، لأن القوى الأوروبية متحاسدة فيما بينها، كل واحدة تحب تأخذها، أي روسيا تحب تأخذها، ألمانيا تحب تأخذها إلى آخره، واليونان خاصة بعد أن استقلت، لأن اليونان استقل تحررت إن صح التعبير، وهيجل حي يعني مش بعد هيجل، في حياة هيجل لم يبقى إلا اسطنبول. خرجت الخلافة العثمانية من البلقان، ومما عادت إليه الآن بعد حرب أذربيجان خرجت منه في وهيجل حي. يعني هيجل توفي بالطاعون سنة 1831. هيجل جزء لا يتجزأ من تاريخنا الفكري والتاريخي والسياسي، ومن ينكر ذلك لا يمكن أن يحلل ما يجري حاليا في حضارتنا الآن. خصوصية مفهوم الروح، إذا كنت تقصد خصوصية التعبير عن مفهوم الروح فأنا متفق معك أن خصوصية مفهوم الروح في عبارته الهيجلية يمكن أن يعتبر غربيا، ولكن إذا اعتبرت أن هيجل لم يعبر عن ذلك كما بين أكبر فيلسوف ديلتهي الذي يعتبر أكبر مختص في هيجل وأكبر فيلسوف حاول أن يؤسس العلوم الإنسانية،
يعود بفكر هيجل إلى التصوف القرموسطي، تصوف القرون الوسطى، وتصوف القرون الوسطى له علاقة وطيدة بتصوفنا، له علاقة وطيدة بتصوفنا. وهيجل أنا لم أشرح نص هايدوغير لأني ترجمته كاملا، نص هايدوغير اللي اسمه غريب، اسمه موريا باليوناني، وترجمته العربية إذا كان قلنا بفكر ديني هي القضاء والقدر، ولكن هو يقول شيكزال يعني المصير، يعني نوع من الفاتاليزم أنطولوجيك، نوع من الفاتاليزم أنطولوجيك. وتعلمون أن آخر نص كتبه لايبنيتس ضد الحضارة الإسلامية ورد عليه شاعر باكستان العظيم إقبال، هو حول الفرق بين القضاء والقدر المسيحي والقضاء والقدر الإسلامي. القضاء والقدر الإسلامي فاتاليست، والقضاء والقدر المسيحي. بين قوسين يقول كلامي هذا لا يصح على كل الإسلام، وإنما يصح على الإسلام التركي. هيك اسمه هو لا لايبنيتس. لايبنيتس أما إقبال فرد عليه بأنه لم يفهم نظرية القضاء والقدر الإسلامية، وأنه من دون نظرية القضاء والقدر الإسلامية لا يمكن أن نفهم حتى فلسفة هيجل، أي الفكر الروح هو صنيعة نفسه، يصنع نفسه. الفكر فعل، ويسميه فعل بالمعنى الأرسطي، مش فعل مقابل قوة، لا، أنتيليكيا، أي يصبر هاني جيه. نعم، هو الفعل التام، ولذلك يقول العلم المطلق والدين المطلق. وأختم حتى لا أطيل بعبارة عجيبة في فلسفة هيجل لها علاقة بنا وعلاقة بعلاقة أوروبا بنا حالية، وهو أن الإسلام الذي اعتبره هيجل قد انتهى والتاريخ قد تم، يثبت الآن أن التاريخ يستأنف، وأن الإسلام استعاد عنفوانه في أوروبا نفسها. أزمة فرنسا الحالية وذهنية العودة إلى الصليبيات، وهي في الحقيقة تخفي الاسترداديات الاستعمارية وليس الصليبيات، يعني هو الآن خايف ليس على فرنسا، لا، على مستعمرات فرنسا التي بدأت تسترد هويتها مثل تركيا. تركيا ليست مستعمرة فرنسية، ولكن الحدود التي فرضت على تركيا فرضها سايكس بيكو، يعني فرنسا وإنجلترا وروسيا قبل أن تخرجها الثورة البولشيفية. روسيا كانت جزء من هذا المثلث الذي أراد أن يخنق تركيا وأن ينهي الإسلام نهائيا، ليس رمز الخلافة، لا، بل عقيدة الشعب فيه. هذه العملية فشلت في تركيا، ولكن ما يخيف فرنسا الآن، لأن هي قائدة الحروب الصليبية الأولى. لماذا؟ ليس لأنها هي قائدة، بل لأنها هي الحكم فيها يستمد شرعيته من الحق الإلهي في الحكم الذي يعطيه البابا، كما كان الخليفة يعطي الشرعية للسلاطين. كان الخليفة عندنا يعطي الشرعية للسلاطين، ولكنها شرعية رمزية. لكن البابا كان دولة، حتى نابليون لما أصبح إمبراطور طلب الشرعية البابوية، طلب الشرعية البابوية، توج الباب، لأن فرنسا كانت زعيمة الكاثوليكية، استغلت الألمان لأنهم شجعان، واستغلت الإنجليز لأنهم مثقفين أكثر منهم. إنجلترا كانت في علاقة بالأندلس أكثر من فرنسا، فرنسا كانت في صدام مع الأندلس، إنجلترا كانت في توافق مع الأندلس،
وكانت تبعث أبنائها للدراسة. ولذلك الفلسفة الغربية الحديثة نشأت في إنجلترا. الفلسفة الغربية الحديثة والإصلاح السياسي الحديث، أول كتاب كتبه لوك في الفلسفة السياسية كان ضد الحق الإلهي في الحكم. الحق الإلهي في الحكم اللي هو موجود عند الشيعة عندنا وموجود عند الكاثوليك في أوروبا، والذي تخلص منه الإصلاح الديني وأصبحت السلطة الدينية رمزية مثل ملكة إنجلترا. عقيل طبعا كنت سأتحدث عن المدارس ولكن سيخرج في النص إن شاء الله. أظن أني قد أوفيت بما وعدت به. شكرا جزيلا على هذا التطواف الذي ينقلنا من القرون من سقراط حتى الحرب نتاع الإسلاموفوبيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في المناسبة القادمة مع الأستاذ مقداد حول التصوف الصوفي. عندنا في القاعة المجاورة حفل استقبال صغير لكم، مرحبا بكم وإلى اللقاء إن شاء الله. أنا راهو عندي عيب.